مساء الخير. البوصلة أساطير الأولين حلقة 15 رمضان. أنا قلت امبارح على طول إن احنا النهارده هنخش بقى في قواعد كده مهمة، عشان أنا بيجي لي رسائل كتير فيها معنى إنه احنا ماشي يعني مقتنعين باللي بتقوله، بس إزاي احنا ممكن نقرأ القرآن قراءة تانية غير اللي قروها الأوائل. أنا قلت امبارح في نهاية الحلقة إنه الأوائل حطوا منهج إن الرواية اللي تفسر ولو عقلهم، نفترض يعني إنه ما كانش قابل ده أو إنه شايف رؤية تانية في القرآن، لكن العنعنات هي أقوى وهي موقوفة عند الصحابي يا ليتها كانت، مثلا مرفوعة زي ما شرحنا من 4-5 حلقات في علم الحديث، مرفوعة لرسول الله أو إن ده كلام الرسول. تعالوا أقول لكم بقى إزاي المنهج للي بيتفرج عليا طول السنة في البوصلة عارف أنا بعمل إيه، أو أنا إزاي ممكن أفكر إعادة القراءة البيانية للقرآن، إعادة هندسة الفهم القرآني. ده منهجي اللي بقدمه لك، يعني حقي أقدم لك منهج. حضرتك مش مقتنع حقك، مفيش حاجة بالفرض ولا الأوائل كمان. عايز تشوف دي مش أساطير ودي حاجات عقلانية ومصدقها، حقك. عايز تشوف اللي أنا بوريك في القرآن مش من في اجتهاد مني، بس الفكرة الأساسية اللي أنا حكاية القراءة الطولية للنص والسياقات المحيطة بيه ده، أو تفسير القرآن بالقرآن يعني خلاصتها، ده اللي قاله الرسول. فتعالوا أقول لكم الأربع قواعد سريعا اللي احنا هنمشي عليهم، لأن من النهاردة بقى مرحلة تانية خالص. قلنا أساطير كتير وحلينا مشاكلها، لكن دلوقتي مرحلة قرآن وروايات وحاجات للأسف وسطا تبقى عقائد، وهتسمع بقى كلام الزندقه والكلام الكبير ده. بس انا برضو قبل ما ابتدي يعني في الحاجات دي هنحمي نفسينا انا وانتوا كده بحاجتين 3. شوف يا سيدي، اول حاجه احنا هنتفق اتفاق على اللي انا شرحته في الايام اللي فاتت في مساله علامات النهايه. في مذهبي الذي اعتقده، مذهبي الفكري يعني، ان هناك في القران ايات مظلة، آيات عمدة، عمد يعني، وينضوي تحتها آيات مفصلة لها. كان السادة الأفاضل الأوائل بيعتبروا إنه كله سوى بعضه، فبمعنى إن هو يشوف الآية فيفسرها ويفسر عكسها تماما بعديها بصفحة، وده ياما شفناه. أو يشوف الآية وللأسف يقبل الرواية اللي عكس الآية. إحنا هنعمل لأ، إحنا هنقول الآيات المظلة الحاكمة في مسألة أحداث النهاية إحنا قلناها. طبعا هنختار منها ايه المثل ليها؟ هنختار ال3 ايات الشهيرات او ال3 الفاظ في ال3 ايات. اولا بغتة اللي اتكررت 9 مرات في السياق ده، وحوالي 4-5 في السياق مشابه لنفس احداث النهايه. فاحنا مطمنين ان بغتة مكرره وان لها معنى في العربيه لا يمكن نختلف عليه. اذا دي من العمد. يعني ايه من العمد؟ ركزوا، ده مذهبي، يعني انا بقول لك ازاي هفسر عشان ما تستغربش. العمد يعني أنا هفسر كل حاجة من تحت كلمة بغتة، من تحت مظلة إنها بغتة، فلا يمكن أخلي أي تفسير تاني في نفس القرآن، لأن القرآن واحدة من ربنا نزله هو سبحانه وتعالى، مش هو وشريك ليه، فوجهة النظر أكيد واحدة. فبما إن القرآن واحدة فلا يمكن يتعارض، لا يمكن يبقى زي ما السادة الأوائل كده تحس من تفسيرهم انه جزر منعزله ملوش علاقه ببعضه. انا مش عارف ازاي، لكن احنا هنقول ان بغتة ايه حاكمه، مظله اتكررت كتير جدا باصرار، يبقى لازم نفسر كل حاجه تيجي من تحتها، ان في البغتة والمفاجاه. ادي واحد، يعني ما تقوليش في علامات سابقه بقى بسنين طويله. 2، تاني مظلة هنحطها الآية الشهيرة اللي قلناها امبارح لما الرسول سئل، يسألك الناس عن الساعة، ربنا اللي ألقنوا الإجابة، قل إنما علمها عند الله، وفي آية تانية إنما علمها عند ربي، فأقول هنخليها عند الله. هذا هو التلقين. ليه؟ عشان لما أجي أقول لك إن ربنا بيقول له قل دي الإجابة، والآيات دي كلها مدنية، يعني عصر المدينة كله نزلت فيه الآيات دي مرارا وتكرارا، قل إنما علمها عند الله. لما نيجي نقرأ الروايات لو شفنا حاجة شبيهة بمعنى أن علمها أو أن علمها عند الله، إحنا معاه. لو شفنا حاجة تانية مش بس بقى بتعارض وبتقول كلام تاني خالص، لا، فيها علم لم يأتي في القرآن، يبقى واحد فيهم صح والتاني عكس الصح، وأكيد القرآن صح. يبقى نلتزم بأن قل إنما علمها عند الله، علم الساعة كله، علاماتها بوقتها، لو في علامات يعني بوقتها بزمانها بمكانها بكل حاجة. ناخد بالنا من اللي أنا بقوله عشان دي القاعدة اللي نمشي عليها. أنا بكلمك دلوقتي قرآن، فدي تاني آية عمدة بالنسبة لي. هتبقى عمدة على إيه يا فندم؟ على الروايات بقى دي. الآية الأولى عمدة على كل آيات القرآن اللي نقراها، والآية التانية مظلة للروايات. لو لقينا في الروايات حاجة ما فيهاش إن العلم ده جاي من ربنا، أوحي بيه في القرآن، هتقول لي طب ما هو ربنا ممكن يوحي سيدنا محمد بعيد عن القرآن، في منام، في كلام ما يسمى حديث قدسي، في اللي أنت عايزه. تاني، القرآن حكم لحد نهاية عصر المدينة أن هذه الإجابة التي تليق بالنبي، قل إنما علمها عند الله. لأن لو ربنا أوحى له بحاجة تانية كان قال له في القرآن إن أنا قلت لك بعض علاماتها، مش علمها عند الله بقى. هنا حصر أن علمها عند الله وأن الرسول لا يسأل فيها. تمام؟ هتقولي طب ما أنت كده قفلت على الروايات تماما كأنها ملاش لازمة. لا، مش صحيح. في روايات متوافقة مع كلمة علمها عند الله، هنشوفها برضه. 3، دي تالت آية عمدة، ودي أول نقطة في القواعد بتاعتنا. ركزوا، النقط دي أهم من الشرح. تالت آية اللي هي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، دي آية اتكررت 3 مرات في القرآن، مرتين أنا آسف. وما يدريك، وما يدريك، ربنا سبحانه وتعالى فتح فتوحات عظيمة جدا طبعا في علم سيدنا محمد، لكن لو قال له في شيء وما يدريك يبقى ربنا ما أوحاش سيدنا محمد في الأمر ده شيء. ودي برضو ترد على أشياء أخرى إحنا عارفينها. ربنا بيقول سيدنا محمد في القرآن عن الساعة وعن ما يسمى علاماتها وعن علمها وعن كل شيء، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يمكن بكرة، مفيش العلامات خالص. بيقول له أنت تعرف منين؟ وده اللي احنا عايزينه، أن النبي طبعا هو قرآنا يمشي على الأرض، فهو ملتزم بما وصفه القرآن به، لأنه لا يعلم متى الساعة. لو سمحتوا ركزوا في الكلام ده عشان انتوا هتشوفوا الروايات اللي ما حدش شافه. يعني إيه؟ عارفة إيه الوصف بتاع القرآن اللي هو إيه؟ يوم يجعل ولدانا شيبة، هتشيبوا شعركم، هيشيب من اللي هتسمعوه. ويا ريت بس معارض للثلاث أمبريل، يعني مظلات دول، ده معارض للآيات اللي بيعتقدوا هم إنها الآيات أو العلامات اللي موجودة في النص، لأن أنا هقراها الأول قبل الروايات. هنلتزم بالقرآن الأول ونستقرئه، إيه هو اللي موجود عن علامات القيامة. أدي أول قاعدة فيها الثلاث، دي قاعدتنا الأولى، إن في 3 مظلات في القرآن هينضوي تحتهم أي تفسير في القرآن أو قبول الرواية بغتة، وقل إنما علمه عند الله، وإيه وما يدريك لعل الساعة قريب. أظن مفيش، وأنا شرحتهم كلهم في الأيام اللي فاتت. تاني قاعدة، إزاي ممكن نفهم القرآن بالقرآن؟ اللي أنا بعمله ده طول حلقات، واللي متابع الحقيقة بعمله طول عمري. أنا يا فندم هفهمك عشان بيجي لي رسائل كتير قوي. الرسول دي واقعة تكاد تكون متواترة من كتر صحتها. نزلت آية، ركز في اللي هقوله، نزلت آية على الصحابة، يعني سمعت، يعني الرسول تلاها عليهم بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ده مدلول الآية اللي أنت شايفه. لو القرآن جزر منعزلة، الرسول اللي بيعلمنا دلوقتي، فأنا اللي بعمله ده يا فندم ده منهج رسول حقيقي بقى، مش إن أنا أسمع عن فلان عن فلان عن فلان. فالصحابة ثقل عليهم الأمر. إزاي واحد ممكن يظلم حاجة بسيطة جدا؟ وهو وارد إن واحد فينا يظلم، زي ما أنا قلت زمان، واحد معاه في الشغل يظلم، يغلط، يروح إيمانه كله. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني يتداخل في إيمانهم أي شعرة من الظلم، فخافوا جدا، خافوا إن إيمانهم يروح، لأن وارد إن الإنسان قد يخطئ مرة ولو بشكل يعني قدره ضئيل إنه يظلم. فراحوا للرسول، إيه ده مش ممكن. قال لهم ليس ذاك، مش زي ما أنتوا فهمتوا. مين اللي بيقول لنا يا فندم؟ ده المبدأ اللي كان المفروض يمشي عليه المفسرين الأوائل، مش بس أنا، طبعا العنعنة بقى. فالرسول قال لهم كما في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. شوف بقى العبقرية بتاعت، يعني دي عبقرية فعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الشرك، الظلم اللي بتتكلموا عنه ده هو الظلم اللي متقال في الآية دي، مش أي ظلم، مش واحد ظلم واحد كده ظلم بسيط. إن الشرك لظلم عظيم، تبقى الظلم تساوي الشرك. خد بقى الشرك حطها في الآية التانية، تبقى الآية معناها مش لفظها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، ودي معروفة جدا لأن الشرك مش لازم بآلهة باللات والعزى. أي اعتقاد قوة أو رزق أو أي حاجة في غير ربنا ده شرك أصغر بجد. فيبقى الرسول وضح لهم اللي هم التبس عليهم لأنهم فهموا إنه أي ظلم، ووضح لنا إحنا بقى إن إحنا إزاي نفهم القرآن، أن تستقرئ اللفظة وتشوف طوليا اللفظة بتقول إيه في القرآن في سياقات موازية للسياق ده، مش في أي سياق، فتفهم إن الظلم مش أي ظلم، لا الظلم اللي هو يفسره ربنا إنه شرك، لأنه الشرك ظلم لربنا شخصيا، لربنا سبحانه وتعالى، كأنك بتظلمه لأنك بتقول إن حد تاني خلق معاه أو اتوجد الدنيا عبره أو خلق البشر أو يستحق العبادة، ده ظلم للذات الإلهية شخصيا. فده الظلم اللي اتحرم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. مين يا فندم اللي فسر التفسير اللي فيه هندسة ده؟ القرآن بالقرآن، الرسول. فأنا ده اللي بعمله عشان بس ما حدش يستغرب إحنا إزاي بنستقرئ القرآن بالطريقة دي اللي هي مقنعة جدا بالمناسبة، لأن ده الشغل، ده الاجتهاد المفروض يتقدم. يعني ليه بقى السادة الأوائل ما عملوش كده؟ الحقيقة أنا ما عنديش فكرة، حد يبقى يعني ما سمعوش الحديث ده أو الطريقة دي في التفسير، ما عنديش فكرة، ما عنديش حل يعني. هطلع فاصل دقيقة وارجع لكم.